متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد بكم اللقاء من هنا من نواحي مدينة طنجة. اليوم ومن بعد ما شفنا بزاف ديال الكلاب اللي كيتعرضوا للعنف، بزاف ديال الحيوانات من غير الكلاب، شفنا مؤخرا واحد السيدة اللي تعدات لواحد القطة وعطاتها الكلب ديالها تاكلو. اليوم حنا في واحد المزرعة، واحدة من أكبر المزارع ديال الكلاب وبزاف ديال الحيوانات هنا في شمال المغرب. جينا نتعرفوا على كيفاش كيتربوا الكلاب، شنو الماكلة ديالهم، علاش كيتربوا، وشنو الفائدة من هادشي وبزاف د الحوايج. معنا الأخ إسماعيل اللي غيهضر لنا على هاد التفاصيل كاملة. أخي إسماعيل مرحبا بك. مرحبا بكم في جمعية ركوب الحيوان سيفت أنيمال اللي مولاتها سليمة قداوي، الإنسانة العظيمة القدوة ديالنا كاملين، اللي باعت رزقها كامل، تعذبت وشفنا هذا الملجأ هذا، نادرة واش هذو الشهوم. راه كل كلب هنا وكل قط هنا وكل حيوان هنايا عنده قصة ديالو، راه دوز معاناة حتى واش جاو لهنايا، حتى واش سليمة القداوي الإنسانة العظيمة اللي ما كتبش نتلاقاوها مسكين إن شاء الله نرجعوا عندها إن شاء الله بحول الله، اللي تعذبت واش أن بلات هذا الملجأ هذا كامل، وعندها حتى في المدينة راه خدامه في المدينه وعندها الملجا هنايا. ما شاء الله، شحال من كلب وشحال من حيوان وشحال من حمير وشحال، راه كامل بالادويه ديالو، الماكله ديالو، بالماكله ديالو، الشراب ديالو، بالخدامه ديالو، بكل شيء ديالو، بالفراش ديالو، بالنعاس ديالو، بكل شيء ديالو. ما شاء الله، يعني واحد الدرجه ما تصورش. يعني هي كتقول هادو وليداتي، واصلا ولادنا كاملين، هو في منطق خصو يكون هادو ولادنا، لان كاين ناس كتقول له عاون كيقول لك وانا كي غادي يعاونني انا، صح تيني عندك العقل، ربعتك العقل. هو في الحريق او لا كيتالم، حق هو حرام ما كيتكلم، هو بلاصتو ما كيهضرش الدريوش، خصك انت تحس به وتعاونو. بحال اللي كتقول لنا سليمه اذا عملتي قرعه ديال الماء وقطعتيها ونزلتيها رجع عاونتي في الحراره، صح هادي نعاونتي. واخا خي اسماعيل نبداو معاك من الزيرو، انت شنو الدور ديالك هنا؟ انا الدور ديالي هنايا بصفتي كجميع العمال اللي هنايا، نشوف بعيني واش الكلب مريض فشي حاجه، نوكل نيطوي، نشوف اي حاجه واقعه خصوص في الحيوان. غتكون اخي اسماعيل تعرضت لشي عض من قبل؟ يعني بالنسبه للعض حاجه عاديه عندنا حنايا، لا 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 العض عادي، واصل الوادي عضك الا وادي عضك عن خوف او لا عن حب، لا عن خوف الحق، هذه عضني اليوم وغدا الصباح كيصبح كيبغيني. واه شحال من كلب تقريبا عند الجمعيه؟ راه نقول لك حوالي 600 كلب. تبارك الله، واهله يعني ممكن تزيد؟ تقدر تزيد. مين كتجيبوا هذا الكلب؟ هذا الكلب اللي كاين في الجمعيه كامله، كلها كلب من ماجي، وخاصة طنجة، خاصة طنجة. يعني كاين كلب اللي كنجبروه في واحد الحالة ماشي لا يرثى لها، صح كيدوز العيادة. كاين عيادة خاصة طبعا بالكلاب، عيادة الميتيغينيغ اللي هو كاين، يعني المهم كتخلص. كاين ناس اللي كيعاونوا، وحنا اصلا طامعين في الدعم اكثر واكثر، خصنا مساعدة اكثر واكثر، راه صراحه هاد الله هي هذه طبع المساعده، راه هادشي هذا انا واش سليمه انها تكون هادشي هذا كامل. واخا هذه فرصه باش نوجهوا النداء الناس اللي قادرين انهم يساعدوا على هذا المجال هذا، كيفاش يقدروا ولمن يقدروا يعطيوا الدعم؟ الدعم يقدر انه يجوز مولات الجمعيه سليمه طبعا. سليمه يعني محتاجين الدعم، ومع ذلك هي بيدنا مسكينه راه معذبه دابا حاليا، مسكينه راه مريضه، ومع ذلك لا تيأس ابدا، الحمد لله ديما واقفه، تبارك الله عليها ديما واقفة، صراحة الله هي ديما واقفة مسكينة. وإنما ملي هنايا خدامين وكتشوف باترونا ديالك معذبة، واش نسيناك ما حرام ما تزيد في الريلانتي ديالك أنك تزيد توقف، غادي تزيد فعلا، غادي تزيد طبعا، غتزيد القوة ديالك، غتكثف المجهود. حنا هنايا صابرين الشتا وصابرين كل شيء، ولكن على وجه الحيوان، على وجه الحيوان. منين كتجمعوا الحيوانات؟
ولا واش كاين شي واحد كيعاونكم تجمعوهم مثلا؟ لا احنا عندنا شيافار طونوبيلات اللي راه كي فيني في طنجة اسعاف الحيوان. ايوه اه كيعيطوا الناس شي كلب مريض ولا شي حاجة كيمشي موراه كيدوز كيديو عند الطبيب كيتعالج كيدوز عند الدار كيتعالج الى اخره. اما عنده انه فرصة يوقف ويزيد كنطلقوه في الحرية ديالو تطلق او يمكن اننا نجيبوه لهنايا. يعني كاين بزاف ديال الحلول. حق واحد المشكل اللي بصفتي انا براسي كيأنفني صراحة هذا الوادي نقول لكم كاين ناس قدر انها تعاون وكلبها وفينا وقدامها كيموت او لقط وكيعيط الجمعية اجي وهزه. صح الحمد لله اللي كيعيط بعدا باقي فيها شويه الضامر الحمد لله حق. ولكن قادر انك تعاون هزو ضد الطبيب كلشي في الاجر ولا جمعيه حقا جمعيه هي خدامه عامله العمل اكثر من الجهد ديالها اكثر من الجهد ديالها صار. واخا اخي اسماعيل دابا انا فاش كنت كنتجول هنايا وتلاقيت على ما يقارب باقي النص 300 ولا حتى واحد فيهم تجرأ يعضني ولكن كيغوتوا شنو السر؟ هذاك الغوت ديالو كيرحب بك كنسميوه حنا كيرحب بك هذاك الترحيب اللي قال لك هو 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 وكيجي عاد كيتعلق فيك يفرح فيك. لما انا ما كاينش شي كلب غادي يعضك الا وذا كان وذا اذا تكون تينك بينتي له ان الخوف فيك نسينك واش انه ماشي شي عض اللي غادي يعضك. لان علاش حتى وذا يا هنايا خرجنا الكلب ونقول ونفسروها للناس كاملين راه الكلب ما كيعضش الكلب كيخلق حرام ما كيعض البشر الكلب ما كيعضش البشر كيجهل مع الوقت قدره ربانيه. الكلب الحيوان الواحد حرام ما كيعض البشر الكلب اذا عض اما يحمي وليداته او لا الموطن ديالو عاد تقدر انه غادي يعض. اما هادو صافي عض البشر واخا هادو علاش بالضبط ما كيعضوش؟ كيجيو كلاب كيعضوا كلاب كيجيو كيعضوا مع المده كتوكلوا كتشربوا تمشط له تدوش له ما يبقاش يعض. وعاديتك الكلاب اللي هنا كاملين معقمين كاملين التعقيم ديالو التعقيم العناية طبعا عناية فوق العناية صراحة فوق العناية. الكلب اللي كتعمل العملية ما كيتكسر شي أول حاجة كيتكسر شي ثاني حاجة كينقص ما كيبقاش أجريسيف كيرجع صوصية هذه معروفة يعني كيرجع كليب غزال. والحاجة الأساسية يبقى بوحديته يعيش واحد مزيان حسن يعيشوا 10 مكرفسين معذبين مكاين مهرسين كنضربوا قبل ما نكمل انا بديت كنتعذب بيدك يعيش واحد بوحديته مخير حسن يعيشوا 10 مكرفسين. واخا اخي اسماعيل بالنسبه للماكله والشراب ديالهم شنو كياكلوا؟ الماكله كنجيبوا له كروكيت خاصه بهم كروكيت اللي كتكون صحيه مي كروكيت ديال الكلاب. شنو هما الحيوانات اللي من غير الكلاب مربين هنا؟ عندنا قطيوطات عندنا الحمير قرد عندنا قروده كما شفنا كليبات حلوف عندنا الحلوف عندنا الغنم عندنا المعاز عندنا الدجاج عندنا لاسيغوني اللي هو باللارج ما شاء الله. واخا اخي اسماعيل دابا تقريبا نختموا شنو هو الهدف من هذا العمل كامل هذا العمل الخيري ولا التطوعي؟ الهدف كامل واللي كتجري عليه سليمة من الصغر ديالها كامل انها بغات بلادنا تزيد قدام ما يبقاش هذا التخلف سليمة طبعا مغربية حق ولكن ما يبقاش هذا التخلف لان دابا حنا هذا المجهود اللي كنعملوه كامل واش بلادنا انها تزيد قدام وحقا بلادنا بقات تزيد قدام ماشي بحال شحال هادي. خي اسماعيل اسمح لي نقاطعك واش كتعرف شي جمعيات اخرين بحال هاد الجمعيه كيعتنوا بالكلاب في المغرب ولا قلالين؟ اش غادي نقول لك كاين الحق ولكن قليل ما كاينش جمعيات بزاف. دابا جمعيه دار معروفه افريقيا كامله ما شاء الله معروفه افريقيا اعتقد انا عالميا تقريبا عالميا بحال اللي قلتي. انا كنت شفت واحد الروبورتاج على ما اعتقد القناه المانيه ولا شي حاجه كانوا مهتمين بنفس الموضوع. سي عندك الحق يعني الموضوع عالمي. واخا اخي اسماعيل مؤخرا شفنا واحد السيده
اللي شدات قط وعطاته الكلب ديالها ياكلو، شنو بالك في هذا التصرف انت؟ هذاك الفيديو فيديو شفته ألمني بزاف. هذاك كنسميها انا ماشي تخلف، فوق التخلف، يعني شي حاجه اللي هي يعني هذيك الحرام ما خصها تنشر ولا خصها تبان ولا خصها تظهر ولا خصها تعمل. هادشي هذا راه زعما لا حول ولا قوه الا بالله. تقدر نقول لك سيده مقتله عقليا ما نعرف، حتى انك تخلي كلب ياكل قط، وهذاك حيوان وهذاك حيوان، هذاك خصو يعيش وهذاك خصو يعيش، هذاك من حقه خصو يعيش وهذاك من حقه خصو يعيش. علاش انك قلت انك مبريش يا كلبك؟ لانه هو الكلب كيف ما علمته حق، ولكن حنايا هما القباحين، حنايا هما الوحوش. اما لك مجرد حيوان اللي علمته دابا كيكون كلب قبيح مع مولاه، يعرف مولاه اللي قبيح ماشي كلبه. اذا كان طلعوا له واحد التربيه حسنه، انا حاجه نقولوا حنايا كان الكلب يكون غزال فعلا. هذاك هي كرهاته في القطوط، كرهاته في القطوط. واش مشي عمل ديك تبارك الله عليك اخي اسماعيل، واش مشي عمل ديك الكارثه هذيك؟ فعلا. شكرا على الاستقبال، شكرا على هذه المعلومات كامله. مرحبا بكم وتبارك الله عليكم، وما عندي ما نقول صراحه. هذا الله شي كلمه اخيره للشعب المغربي بخصوص الحيوانات والكلاب على وجه الخصوص. كنقول لكم الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. دابا حاليا يا صيفيه يا خريف صيفيه، دابا الصيفيه هي مجه، غادي نقول لكم باش تعاونوا كاملين بكم يد في يد، ولا هي الماء عندك الماكله ديال التيبه خرجها نزلها، واخا فتح له وياه التيبه في بوفيل نزلها قدامه، يجي قط ياكل يجي كلب ياكل. كلب جاب العطش يمشي قدام بوفيل وغادي يشرب. تبارك الله عليك. الساعه ديال البرد واش ما قدرش انك تجيب كرتونه وتغلفها بالميكا وتنزلها في كلوطه وتخبي تخبر فيها قطيوطات؟ كرتونه وغلفها، مسائل صغيره والمنافع ديالها كبير كبير بزاف. واخا اخي اسماعيل، بالنسبه دابا لهذه المزرعه هذه، واش كاين بالنسبه للمجتمع المغربي واش كتحسوا به يعني انسجم مع الموضوع، حب الفكره، كاين شي دعم؟ ما نقولوش دعم مادي، واش كاين شي دعم نفسي من المواطنين ولا؟ جاني نقول لك توصلنا لواحد النتيجه اللي هي مزيونه، ان الناس بداو كيوعوا. ما بقاتش بحال كانت شحال هادي، دابا الناس بداو كيربيو كليبات، ما بقاش كيربطوهم بحال كانت شحال هادي، بداو كيعتنيو بالحيوان. اللي واخا واحد نسبق لينا الحق ولكن احسن من والو. يعني كاين اللي كيهتم؟ كاين اللي كيهتم، لا كاين اهتمام بزاف، وكاين اللي كيهتم وعندي ما نقول صراحه. الحق ولكن انا خصني كثار وكثار 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 وكثار. تبارك الله عليك اخي اسماعيل. شكرا. الله يحفظكم، الله ينوركم، تبارك الله عليكم. متابعينا الاوفياء، كانوا هادو بزاف ديال المعلومات على الكلاب. كانت هذه ايضا هذا الروبورتاج كيحمل واحد الرساله للعنايه بالكلاب وجميع الحيوانات. فشكرا جزيلا لمتابعتكم هذا الحوار الشيق والممتع من هنا من نواحي مدينه طنجه وبالضبط اقليم فحص انجره. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.